أستاذ عادل، التنظيم الجديد سمح بالزواج من المولودين في السعودية لأبوين غير السعوديين أو غير سعوديين، برأيك كيف يمكن أن تدعم هذه الفكرة قضية المواليد الذين يطالبون لسنوات طويلة بالحصول على الجنسية السعودية؟ والله أنا أتوقع هذا قرار قد يكون إيجابي يخفف من حدة المشكلة، لأنه فعلا أصبح كثير من المشكلات أنه كثير من الأبناء من أم سعودية يعانون المشاكل، فربما مثل هذا القرار إذا نفذ حقيقة وصار في حيز التنفيذ وصار معمل به ربما يخفف كثير من الإشكالات الاجتماعية، من كما ذكرنا من فقد الهوية أو النسب إلى غير ذلك، وربما أيضا يفتح مجال آخر للي يطالبون بالهوية من قديما، لعله إن شاء الله هذا يكون بادرة للي يطالبون بالهوية في السابق. نعم. طيب، في 24 مايو أستاذ عادل، 24 مايو الماضي نشرت صحيفة المدينة أحاديث بعض أعضاء مجلس الشورى قالوا فيه أن النظام الحالي للزواج الأجانب لا يصب في مصلحة الوطن، لأن الأجانب لن يتزوجوا السعودية لسواد عيونه كما قال العضو البكري، بل من أجل الحصول على الجنسية. كيف تعلق على هذا القول؟ والله طبعا هذا ليس لا توضع، أنا قصدي أنه لا يصير هو السبب الرئيسي للزواج. فعلا في حالات كثيرة أنه يكون الطمع في الجنسية، ومرة أنا أقول لك علينا حالات سواء من قبل الزوجة الغير سعودية أو الزوجة الغير سعودية، وأنا أركز على الزوجة الغير سعودية، يعني حالات شخصية مرت علي أنه تجي للمحكمة تطلب طلاق أو تطلب فسخ النكاح من الخلع من زوجها، والزوج طبعا يذكر أنه والله ما في مشاكل بيننا يا جماعة الخير، يعني حياتنا كانت سعيدة، فيذكر لأنه بعد ما أخذت الجنسية الزوجة يعني انقلبت رأسا على عقب وبدت تثير المشاكل من أجل أنه صارت خلاص سعودية يعني ومعها الجنسية، فلذلك ما عليها لو تطلق من زوجها. فأنا أتوقع أنه جعل هذا السبب هو السبب الأوحد والرئيسي في المنع، طبعا أمر غير وارد بشكل كبير، ربما يكون في أسباب كثيرة، لكن يوضع هذا السبب كحجم يعني كنسبة كبيرة أنه ربما يكون الطمع في الجنسية هو أحد الأسباب التي تجعل يعني الزواج وليس، أو ربما يكون من المال أيضا، فهذا في نظري يعني. نعم أستاذ محمد، يعني كيف يعني يمكن ملاحقة ومتابعة مشاكل الزوجة السعودية التي تقيم لدى زوجها الأجنبي في بلده؟ من هي الجهات المعنية بمتابعة أوضاعهن؟ بحكم أنها مواطنة سعودية تتمتع بالجنس السعودية، فالجهة التي لها أو التي الجهة التي تلجأ لها الزوجة السعودية في خارج المملكة العربية السعودية هي سفارات ومثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، هي التي تقوم بالاطلاع على وضعها النظامي أولا قبل كل شيء والتأكد من هذا الزواج. وأنا أؤكد لك من تجارب سابقة أن السفارات في الخارج تعول أسر سواء سعوديات متزوجات من أجانب أو أجنبيات لهم متزوجين من سعودي بزواج خارج عن النظام، بمعنى أنه تزوجها بدون موافقة وبدون كذا، فتعتبر السفارة السعودية في الخارج هي الجهة المشرفة على مثل هذه الحالات وتتطلب يعني الرجوع لها عند الرجوع لها وتقديم لها كافة الأوراق وتثبت هذا الزواج وخلافه. تتولى السفارة مخاطبة الجهات الرسمية في داخل المملكة العربية السعودية، إما بإرجاعها إلى المملكة العربية السعودية مثلا في حال نشوف خلاف لا سمح الله أو كذا، وتتولى كافة شؤونها بالتنسيق طبعا مع ذويها هنا في الداخل ومع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. نعم. طيب، معي على الهاتف الكاتب في صحيفة المدينة أستاذة سلوى إبراهيم. أستاذة سلوى، أنت من المؤيدين للنظام الجديد الخاص مشروع زواج السعوديين بغيرهم، وتقولين أنها ستحد من مشاكل العنوسة في السعودية، لكن هناك من يخالفك الرأي بقوله أن هذا النظام سيفتح مشاكل أسرية واجتماعية كثيرة مستقبلا. السلام عليكم. فعلا أنا من المؤيدات، لأنه المرأة يكون لها حق أنها تتزوج بأجنبي حال الذكر بيتزوج أجنبية وله كل التسهيلات
والمرأة تصير سعودية، بينما المرأة السعودية معضولة لا تستطيع أن تأخذ هذه الأشياء. فطبعا أكيد عندما يكون هناك في تنظيم في متابعة وفي مراقبة من جهات مختصة يكون الأمر أحسن وأفضل مما يكون بشكل عشوائي غير منظم. طيب الكثير من أعضاء مجلس الشورى وحتى اجتماعيا رفض طبعا، بس لكن أعضاء مجلس الشورى تحديدا رفضوا المشاركة في هذه القضية لعدم قناعتهم بجدوى هذا المشروع، وقالوا أن الزواج الأجنبي لا يصب في مصلحة الوطن بل يبحث الغير سعوديين على الجنسية فقط. كيف تعلقين على هذا الرأي؟ هل تنفين ما يقولون نهائيا أم تتفقين؟ على حد علمي أنه الرجل الأجنبي حتى لو تزوج سعودية ما بيحصل على الجنسية، ما تعطى له، لكن أبنائهم بحاجة، لأن أبناء امرأة سعودية يعني ابنة وطن محتاجة لأنها تحس بالأمان، خاصة يعني لو حدثت مشكلة هي مضطرة إنها تطلع مع زوجها أو إن زوجها ممكن يأخذ أبنائها ويرحل بهم. لكن عندما يكونوا في جنسية سعودية احتمال يعني تسري عليهم كل ما يسري على الفرد السعودي. طيب إذا أنت الإجابة اللي أجبتيها أنت ذكرتي أنه لما يصير في مشكلة ممكن هو يروح، يعني هذا أحد المثالب، ثم عدتي وقلتي أنه من المفروض أن يكون عندها الجنسية، وإذا تحققت مخاوف أعضاء مجلس الشورى. لا، يبقوا أولادها يبقوا معاها، يستطيعوا يبقوا معاها، لكن في حالة عدم فصولها مع الجنسية بإمكانه يأخذهم في أي وقت ويطالب فيهم. يعني أنت أي مخاوف قالها أعضاء مجلس الشورى تنفينها قطعي نهائيا؟ أكيد أكيد، يعني ما حد عنده لا مطامع ولا وكلهم يعني معجبين في السعودية لما بيتزوجون، ما في أي مصالح. لا لا لا، مو مسألة مطامع، أحيانا في ناس لهم مطامع، أحيانا في ناس لهم مطامع، لكن الزواج شركة، يعني كل يبحث عن الناقص لديه ليكمله بالآخر. ممكن السعودية وجدت في الأجنبي، ممكن الأجنبي وجد في السعودية كما يفعل الشاب السعودي. طيب شكرا لك الأستاذة سلوى إبراهيم الكاتبة في جريدة المدينة. أعتقد أيضا السيدة بدرية البشر كتبت مقال في هذا السياق. طيب أستاذ طويرقي، يعني أنا بس أبغاك تعلق على عضو مجلس الشورى الدكتور خليل إبراهيم لصحيفة الحياة الأسبوع الماضي، قال أن النظام لم يحدد أهدافه بوضوح حتى الآن، ولم يعالج مشكلة الزواج غير النظامي، كما أن النظام يوحي بأنه لدينا منتج جاهز ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات. في مقال عضو مجلس الشورى المهندس عبد الرحمن اليامي بأنه يتم حصر الزواج على حصر السماح بالزواج على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي فقط. كيف تقرأ يعني هذه الآراء؟ نحن إذا علمنا أين الخلل قد يكون لنا باب للمنع، بمعنى أن الزواج من الأجانب إذا أخذت هذا الزواج ك يعني كمساوئ وإيجابيات، تجد أن في 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 هذا الزواج يعني الزواج من السعودية مع السعودي مع السعودية، في حال فشل هذا الزواج تكون الخلافات داخل المملكة لا يتم عنها أعباء تتحملها الدولة أو ينظر فيها أطراف أخرى. كما ذكرت الأخ سلوى قبل قليل أن هنا قد يكون من هذا الزواج أطفال سعودي من أم سعودية والدهم يحمل جنسية أجنبية، فبالتالي يحق له أن يطالب بمغادرتهم خارج المملكة عند انتهاء العلاقة الزوجية بفسخ أو بطلاق أو ما شابه ذلك. فهذه الإشكالات تجعل من النظام أن يحدد فئة بعينها واشتراطات معينة حتى تمنع مثل هذه الزجاجات، إذا كان مبنية على أطماع مثلا، إذا كانت مبنية على مصالح، إذا كانت مبنية على لغير غرض الزواج وهو يعني عقد النكاح وكذا. فتجد حقيقة عدة إشكالات تحتاج إلى تنظيم نظامي وقانوني، فلا بد من حصر هذه اللائحة أو بمعنى تطوير لائحة وزارة الداخلية للزواج من الزواج السعوديات من الأجانب أو الأجنبيات من السعوديين، أن تكون هذه اللائحة متكاملة شروط معينة يجب أن يتم خلالها
تحديد من هم الذين يحق لهم الزواج من الأجنبيات أو العكس، حتى نتلافى هذه المشكلات برمتها يجب أن يكون هناك لائحة محددة مسبقا، لا يكون فيها مجال الاجتهاد ولا يكون فيها مجال حتى أن 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 هناك أشخاص يستغلون مثل هذه الضعف هذه اللوائح ويتم هذا الزواج، ثم نأتي للمشكلة ونقول ليس لها حل. طيب شكرا لك أستاذ محمد الطويرقي، شكرا لك أستاذ عادل الجهني، شكرا أيضا للكاتبة سلوى إبراهيم، ونلقاكم بعد الفاصل.